طيب استاذ حامد، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه على تعدد مقرات النادي، تزايد اعداد اعضاء الجمعيه العموميه للنادي، تنامي الشعور العام بالوعي في الرغبه لخدمه النادي، نجد هذه المحدوديه في عدد المرشحين. البعض يرجع ده لثقه في الاداء العام اللي موجود والمنجزات اللي تتحققت بالفعل على الارض، والبعض الاخر بيرجعوا على ضوابط لائحه النظام الاساسي اللي فرضتها على عمليات الترشح لاثبات الجديه، حتى انها حددت رسوم ماليه للترشح اعتقد حوالي 30,000 جنيه للمترشح على اي من مقاعد الرئيس وامين الصندوق ونائب الرئيس، ثم 20,000 للمرشح على عضويه المجلس، و10,000 للمرشح على مقاعد الشباب. هذه الرسوم نظير الخدمة الانتخابية اللي بتقدم من النادي في مقراته للسادة المرشحين، لكن ربما ده حد من ظاهرة عبد مشتاق. صحيح. أولا، الذي وضع لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي كانت حلما من أيام المايسترو صالح سليم هم أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتم وضعها بعد يعني استنفاذ كل الجهد في التعرف على وجهات نظر مختلف يعني طوائف المجتمع المصري حتى من غير الأهلوية. يعني أنا عارف، يعني أتذكر عندما كانت اللجنة الإعلامية بتناقش لائحة النظام الأساسي، كان معنا صحفيين من مختلف المشارب والأهواء وبيقولوا رأيهم. فالأهلي قدم فيما يتعلق بلائحة النظام الأساسي نموذج، وأنا أعتقد أنه استسهال الترشح للحصول على قدر من الاهتمام الإعلامي يعني بيفسد أجواء العملية الانتخابية وجديتها. وأنا جدا مع انه اثبات الجديه الكامله، انه ان احنا مش هيبقى اسماء كتير وبس، وايضا سأتحدث في هذا في عندما نتحدث عن المستقبل، لانه احنا اتفقنا ان احنا بنتحدث عن انتخابات النادي الاهلي او جمعيات الاهلي العموميه امس واليوم وغدا، فانا سايب حاجات كتيره لغدا.